انت مش شايفه اي كاميرا؟ كنت عايز دقيقة بسألكم، يعني عن جد اكلت مرتب هذا اول مقلب بيمر علي بحياتي، بس بعتبره انه مقلب كثير حلو كثير ظريف. بس والله العظيم حلوين، انا هغنيهم. انفوت في الموقف الحلو كمان نسرين شوفين المخرج هنا الموضوع ده. انا اللي صار اول مرة بيت الضرب بحياتي. لا لا اعوذ بالله ما قلت هيك. تختاري الشيء طيب ها عندنا هذا برضه في الكلور سعود أنا بسمع صوتك على عدة مقاطع. في أغنية لك مشهورة أنت؟ إيه طبعاً. أسمعها منك. أنا أقدر أحكم أو أخذ طبقة صوتك وأعمل لك شو؟ عند غنية بتقول مردودة مراسيلك يا عمري مردودة مردودة مراسيلك يا عمري مردودة هيهات ناديلك ويكون لي عودة هيهات ناديلك ويكون لي عودة. فعلا هذا صوت جبلي صح، هذا صوت مختلف. شوفي انا بصراحة سعيد انت غلطان، انت ما جبت لي شريط. انا سمعتك ايه هذيك، انا سمعتني صوت واحدة ثانية كمان دقيقة انا بغير لك. شوف سمعته ياني من اربع خمس سنين، كان بعدني بغني جديد و معناتها انت هتغني غير. خلينا نشيل هذه من المطربة اللي اتفقت معها هذيك جبتوها من الاردن مرة. مين هاي؟ سميرة عسلي. سميرة عسلي؟ سميرة عسلي كأنه بتمثل. لا 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 يا
جبلي ويغنى في منطقة غامض وزهرة. أنا أبغى هذا هذا بالأعلى معاها الحجرة الجميلة. يا خي هذه ما عجبتني. يا خي أنا جوي غير يعني. بدها وقت كتير يعني بحفظها أنا بغني خليجي. أنا بستلك. بس هذا من سنة 1900 خشبي مش حفظته يعني أنا ما بعرف شو التراث. أنا وجهة نظري إنه هذا أوبريت بنوثق فيه تراث. أوبريت شو هذا أوبريت شو يا خي هذا أوبريت شو من كل بيدا عصا جايب له. هذا بنوثق في تراث مناطق معينة. شايف ان نفسك معانا في انك تكون انت مشاركة. عراسي ما قلت لكش لا يا استاذ. ما بدك تحفظين. انت ما قال لي اياها بدي احفظ. انا جبت 6000 غنية. انا وجهة نظري هذه تمشي مع الصوت. لا 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 لا. هذا كورال ما هذا هذا اصلا. أسألك سؤال. نعم تفضل. ايش معنى يمي جنى ويمي جنى؟ بس. انا اسألك سؤال انت. ايش معنات الكلمة دي؟ شو معناتها؟ ميجانا فولكلور قديم ويا لا 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 فولكلور قديم يا ليلى داني يا لدن دانا يا ليلى دانا لدن دانا. بس انا الاستاذ شو طاها يعني قال لي انه بدي غني بالجبل باللبناني. لا 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 هو غلطان اذا قال لك كده. انا ذا جو خليجي ولازم تحفظيه زي ما هو وحفظك اياه واقعد معك يومين ثلاثه عشر وحاجب لك ايقاعيين وحاجب لك شغل زي ما تبغى. بس قال لي اي اي انت بدك هاي انا اختار بس هم ذول المقطعين اللي حتغنيهم يعني اشوف ان صوتك انت بها الجو كويس. اها هون مقطعين بس هاي وهاي ايوه ولا الي شو خليت للباقيين. طيب اوكي سعيد طه الأخت ما أدري يمكن ما مقتنعة تقول لك إن الجو هذا مو جبلي ما هو لا أنا ما قلت لك يا أخي لا أنا شو بيك عم تحور على ذوقك يا أستاذ أنا شوف شو بده قال هاي المقطعين بس ولا أنت كم تبغى تغني؟ مقطع أنا أعطيتها مقطع أنت بتغني مقطع؟ هو يمكن قالك حبيبي طول صدوده ولا وفى في وعوده صبري تجاوز حدوده ولا تجين يعني كلام فاشل كلام مش حلو. طيب تفضل الله هذا لوين؟ لا 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 سيبك كذا الكلور خليجي يا عمي وتجي الاخت تقول تعال اقول لك لحظه شوي استاذ تقول لي هيك تفضل تعال شوي شو هذا منين وين؟ عي انت مدام هذا طبيعي الاستاذ ولا شو رايك فيه؟ مش طبيعي لا هذا بيعصب احيانا يعصب هو افتكرك انت عم تستلميه عم بستلمه بشو خيي انت بكلام فاشل ايه فاشل لانه كلام فاشل لانه كلام فاشل فاشل تفضل ري حبيبي طول صدوده ولا وفى في وعوده ومدري شو صبري تجاوز حدوده ولا تجيب دن ردوده ومردوده ومرضرض ومر جنبي ولا كنا عشان بحبه أكملنا شو هذا مش كمان بينعاد حبيبي طول صدود حبيبي طول صدود ولا وفا في ولا وفا في وعود لا 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 هذا لون لا 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 ايه فلكلور فلكلور لا فلكلور شو هذه مطروحه الغنيه طب مش شغل يا بي انا بقول لك ايش الاساس عشان تحط عشان تعمل ما تحضر يا ساري يا خبريني زي يا ميجانا بركب على المواويل حقتكم 7000 موال طيب حاضر شو بتريد مني انا بقى لا 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 ماني مقتنع بصوتك شو مقتنع بصوتي ايه انت حتموت كنت على صوتي هلا لا لا هلا بدك عم تقول على صوتي ماني مقتنع لانه انت مشكله طبقه صوتك عاليه جدا ما شاء الله اسم الله
اسم الله اعطاك الله موهبه انا صوتك عالي جدا انا الحال ما تزبط معاه بالامان شو بدك بدك طبقاتي ما خلاص انزل بعدين شو هالحاله هون عالي صوتي ما بيمشي ونواطي صوتي ما بيمشي شو بيمشي معك انا اتحدى اعزف يساري اللي بتقول عليه اذا غنتها صح نت 100% والله مستعد يا شيخ اسوي لك انا اتحداك يعني اعطيني اياها من الدو هو انت عارف الدو من الريب الاول مش دو هيك هذا وش هذا؟ هيدا الري؟ لا بلا لا سوري الري هاي خلاص خذي عزفي انت ما بعرف انا عزف هون لك سري احترمي الخشب احترمي العود يا خيي فهمني شو بدك شو بتريد هلا؟ انت انسانه ما ادري ايش قصتك قالت لك اختك كلمتين صار عندك حاله نفسيه ايش تبغى احلها لك ازاي؟ مالك انت نقاشك طويل ما ادري احنا نضحك شويه وخذي معك احنا فرصه سعيده نشوف صوت جميل ووجه جميل ومطربه جميله أختي شو قالت لك انت ما ادري عنك قاعده تسب ما ادري تحش ما ادري ايش قالت شو تعمي يلا يا استاذ المهم خلوها تمشي يلا عشان البنانه والله حرام والله جد برتاح انا حاولت اني اعطيك فرصه ما في امل انت شو عم تشحطني يعني لا العفو شو يلا يا استاذ بدي نام فوت نام مين جابرك ما انا بنام على الكنبة ذي نام هون قوم نام تفضل شكرا بعد مني تفضل صحيني بكره سعيد الله يخليك انا اسف جدا ها بس صوتك جميل على فكره من اوش احترم الناس وقف شوي وقف شوي وقف وقف والله من احلى الاصوات اللي سمعتها وقف وقف شوي لا لا لك وقف وقف ما بعرف وقف شوي عيب وقف شوي عيب امسك رجال مش عم بشعر ما تخاف على حالك لو سمحت لا تلمسيني وقف شوي طيب لا وقف شوي اول شيء بدك تحترم غصبا عنك الناس بيجوا لعندك صوت جميل ما بدي صوتي وقف شوي صوتك عم بدك تقوم تسلم علي هلا وقف عامل لك وقف لا لا اقول لك انت مسيره تمسيني لا اله الا الله الله اكبر محمد رسول الله شو بي طبيعي يعني كيف انت يعني مجنون يعني قصدك لا كيف طب قوم تفضل على القليل احترم تشوف تفضل يا لا انا ما اقعد بقى نعم 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 مش طبيعي نعم خلاص يا اخي ما مش جاي اتعشى ولا عايز اجي وحيد الله مش طبيعي انا يعني مجنون يعني يا اخي مش عم بحكي معك انا مش عم بحكي معك بس انا ايدك ايدك ما تلمس ما تلمسني ما تلمس نسوان ما تلمس نسوان دقيقة في لا لا احنا مش نسوان احنا رجالة مع بعض شوفي يا اخي شو صار هاي كاميرا تعال شوي تعال 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 تابع عميك اعزائي المشاهدين هي من يعني صوت جميل جدا بس بامانه صوتها من اقوى الاصوات وفي بحه حلوه كذا الالحان على فكره الحاني ما تصدقوهاش لا ده بيكذب باي باي مسروقه والله العظيم اقول لكم الحق قولي كلمه للجمهور تحياتي لكم وان شاء الله قريبا اقدم لكم اعمال حلوه وجديدة من هيام حمصة باي Thank you.